نظمت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في إطار مشروع سفير منتدى الشباب الثاني من 11 إلى 13 آذار مارس 2023 في بيروت. نجح المنتدى في خلق مساحة حوار على المستوى الإقليمي بين 72 من الشباب المشاركين في مشروع سفير وبين منظمات المجتمع المدني وممثلين عن السلطات المحلية والجهات التنموية الفاعلة. شكل هذا المنتدى خلاصة مسار تدريبي على مدى 4 أشهر حول المناصرة وأدواتها، أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، انطلاقاً من دليل تدريبي كامل طورته الشبكة العربية حول هذه المواضيع. بين 2021 و2023 استفاد أكثر من 530 شاباً وشابة من 9 دول من هذه الورش التدريبية، وشارك 72 منهم في منتدى الشباب الإقليمي لتحديد التحديات التنموية والأولويات الرئيسية والفرص المتاحة لمشاركة الشباب في المسارين التنموي والسياسي. خلال الأيام الثلاثة للمنتدى نجح الشباب والشابات في تحديد تحديات التنمية التي تواجه بلدانهم والمنطقة العربية، مما أتاح لهم تأطير الأولويات الموضوعية على المستوى الإقليمي واقتراح التوصيات لصناع القرار حول قضايا التعليم، الصحة والأمن الغذائي، التغير المناخي والبيئة، محاربة الفقر والمحاسبة القانونية لصناع القرار، بالإضافة إلى توصيات محددة حول تعزيز مشاركة الفئة الشبابية في صنع القرار. نتج عن الشابات والشباب المشاركين في المنتدى مبادرة لخلق شبكة شبابية على المستوى الإقليمي تسعى لتعزيز التشبيك وتشارك المعرفة والخبرات والعمل سوياً على إيجاد حلول للتحديات التنموية والشبابية والسياسية على المستويين الوطني والإقليمي. من خلال مشاركتي بمشروع سفير قدرت أعرف قديش نحن الشباب عنا قدرة كبيرة على التغيير بغض النظر عن الأحوال الصعبة اللي نحن عم نعيشها. مكنني البرنامج من الوصول إلى صنع القرار عبر صياغة ورقة سياسات عامة والتأثير إيجابياً في السياسات العمومية بتونس. اليوم أنا في بيروت مع البروغرام سفير qui parle de l'inclusion économique des jeunes dans le développement durable pour l'horizon 2030. كانت تجربة مثيرة جدا، شفت فيها كثير من التنوع للمشاركين اللي كانوا من كافة الدول العربية. زوروا موقع الشبكة لمتابعة كافة التوصيات على ann.org.